طبعا بعد نهايه المباراه انا معي في هذه الاثناء المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن احمد جلال. مواجهه صعبه جدا زي ما قلنا من بدايه اللقاء، هي مواجهه صعبه دايما المواجهه الاهلي مع الاتحاد السكندري، حسمها النادي الاهلي بركلات الترجيح. كابتن احمد ده برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه ومفيش مباراه سهله، خلينا نتفق. كان فريق الاتحاد واحد من الفرق والمحطات اللي انتوا عاملين حسابها، كلمتوا مع اللعيبه في المحاضره الفنيه قبل المباراه على اهميه هذا اللقاء، وده السيناريو اللي شفناه في ارض الملعب. اولا تحياتي للكابتن اسامه وكابتن حشيش والدكتور ثابت. طبعا احنا تحضرنا المباراه، انت عارف في التصفيه النهائيه بتبقى المباراه كلها صعبه في ظل الظروف اللي احنا ماشيين فيها. احنا الماتش كان ماشي الشوط الاول كنا ماشيين بشكل كويس، تحضرنا طبعا للعيبه، اللعيبه كانت عارفه اهميه المباراه، كان لازم نكسب. عندنا منافسين جدا، النقط تعتبر كلها كابتن فاروق قريبه من بعض، احنا بنتكلم بيننا وبين الانبي الثاني حوالي 4 بونت. فالحمد لله في ظل الظروف وانت حتى وحش في الشوط الثاني قدرنا نكسب البونت زياده، يبقى احنا عندنا 50 بونت، فبرضه تقدر تحافظ على الصداره للفتره الجايه. عندنا برضه حصل مشكله، برضه مصطفى ابو الخير ان شاء الله يكون نطمن عليه ويبقى كويس. كنا احنا عندنا تفوق عددي بالنسبه للاعبين، طبعا اصابته فهو خرج، اهم حاجه سلامته، لكن الحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه. كابتن احمد، يعني في ظل الغيابات عندكم مجموعه من الغيابات، سواء لعيبه للايقاف سواء لعيبه موجوده مع الفريق الاول، ازاي بتتعاملوا مع هذه المرحله مع كل مباراه؟ كل مباراه هي مباراه كؤوس بالنسبه لكم. والله انت برضو بالنسبه لك، انت لما يكون معاك لعيبه، احنا مثلا اللعيبه اللي كانت في الدرجه الاولى بتطلع تتمرن في الدرجه الاولى، كان عندنا عدد من اللعيبه كتير بيطلع تتمرن في الدرجه الاولى، فانت طول الاسبوع بيبقى مش معاك، فانت بتيجي قبل المباراه بيوم، فانت برضو بيبقى عندك جزء كبير جدا تقدر تحضر اللعيبه دي وتهيئهم ان هم ينزلوا يلعبوا المباراه. كان عندنا برضو مخلوف ما كان موجود بيتمرن فوق، المفروض كان يبقى فيه استدعاء النهارده، لكن الحمد لله عندنا طارق قام بدور كبير جدا النهارده، وكان من ضمن الاسباب اللي احنا الحمد لله قدر يكسبنا النهارده 3 بونت. طبعا معانا مساعده كبيره جدا، طبعا كابتن محمد شوقي، كابتن بدر، كابتن وليد، الناس دي كلها واقفه في ظهر الفريق، واحنا بنقول الفرقه فريق 2003. هو القوام اللي على الفريق الاول لما يحتاج لعيبه طبعا لازم ياخد من 2003، فلازم تبقى اللعيبه دي انت مهيئها مش على قد مستوى برده الاحتكاك للدوري، لكن انت برده بتهيئها عشان يقدر يلعب سواء في افريقيا او في الدوري المحلي. اشكرك يا كابتن احمد، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه وتحسموا البطوله باذن الله. كابتن اسامه، انا يعني بينضم لي في هذه الاثناء يعني كل الشكر الكابتن احمد جلال، واحد من اللعيبه المهمه وهو حارس مرمى فريق النادي الاهلي طارق حسن. طارق يعني مهم جدا في حارس المرمى ان الفرصه لما تجي لك تكون في كامل تركيزك يا طارق. يعني طارق واحد من الحراس المميزين، الجميع بيشيد انه واحد من مستقبل النادي الاهلي في حراسه المرمى، مهم جدا التعامل مع هذه المواجهه. الفترة اللي فاتت كان مصطفى مخلوف بيلعب، النهارده في تركيزك بتعاملت مع كل التصديات خلال المباراة، وايضا شفناك في ركلات الجزاء، ببارك لك على ادائك وببارك لك على الفوز النهارده يا طارق. حبيبي فاروق، طبعا بمسي على كابتن اسامة وضيوفه في الاستوديو. الحمد لله احنا طول الاسبوع يعني كابتن خالد ما عندوش رقم واحد ورقم اثنين، محضرنا كلنا، لو كابتن خالد نفسه نزل يلعب هيأدي نفس الاداء اللي انا اديته الحمد لله. يعني والله يعني الحمد لله ماتش الاتحاد دايما بيبقى ماتش رخم سواء هنا او هناك، بس احنا كنا مستعدين بشكل كويس الحمد لله. 3/4 الفرقة كان في الدرجة الأولى الاسبوع اللي فات ده كله، فاحنا الحمد لله يعني عارفين وحاسين بالمسؤوليه وان شاء الله نحسم البطوله البدري والحمد لله. والله حارس المرمى في النادي الاهلي ممكن على مدار ال 90 دقيقه ما يجيش عليه غير كوره او اتنين، لازم يكون في كامل تركيزه. انت بتحضر نفسك ازاي؟ تركيزك بتحافظ على تركيزك ازاي؟ شفنا تركيزك ايضا وتالقك في ضربات الجزاء، وبتحضر نفسك لضربات الجزاء ازاي يا طارق؟ والله يا فاروق يعني ملهاش حاجه معينه، يعني احنا الحمد لله برضو طول الاسبوع شغالين عليها قبل الماتش بثلاث ايام، كل يوم بنعمل ضربات جزاء، كل واحد يدخل يشوط، حتى انا وحتى ادهم والرجاله كلها بتدخل تشوط، فاحنا الحمد لله بنستعد للمواجهه بشكل كويس قوي. كابتن خالد زي ما قلت لك محضر الحراس كلها ومحضر الفرقه كلها، والحمد لله ان شاء الله نفضل في الصداره ونحسمها قبل ما الدوري ينتهي اصلا. تصدر ركلات الجزاء بتبقى مدارس، انت من انهي مدرسه؟ مدرسه التوقع، العب مع الثانيه الاخيره، مع الحركه الاخيره، قول لي انت من انهي مدرسه وبتحب انهي مدرسه؟ ملهاش حسابات والله، يعني انت زي ما انت شفت كده اصلا يعني هم اتنين بس بيلعبوا في الجون الحمد لله، يعني بس انت بتلعب على الكوره سواء بقى هو داخل يمين داخل شمال وقف، بس الحمد لله يعني ظهرت بشكل كويس وان شاء الله اقدر افيد النادي قادر الماتشات اللي جايه الحمد لله. اشكرك يا طارق واتمنى لك التوفيق خلال الفتره اللي جايه. كابتن اسامه مستمرين معاك، معانا ميدو اسامه واحد ايضا من العناصر المهمه والعناصر المميزه في فريق الشباب النادي الاهلي. ميدو خليني ميدو ارحب بيك الاول على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحياتي للكابتن اسامه حسني، الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. مبروك على المباراه النهارده، نقطتين مهمين، صراع القمه صراع البطوله، ان كل مباراه ما فيش مباراه سهله.
تحياتي طبعا ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي للكابتن اسامه حسني والضيوف والكرام كلهم، كابتن حشيش وكابتن ثابت. والله يعني الحمد لله، يعني فوز النهارده حتى لو ضربات الجزاء فهو فوز مهم بيخليك تستمر على اللي انت فيه. ده طبعا البنت اللي بيروح دلوقتي ما بيبقاش سهل ان احنا نعوضه، بس طبعا يعني احنا عشان كنا فارقين الحمد لله باربع بنت فنقدر نمشي ونكمل. ويعني بيحصل دايما دروبات للفرق الكبيره عشان خاطر تفوق تاني وترجع للمسار الصحيح يعني. وانت على القمه، كل فرقه جايه تلعبك عايز تاخد نقطه، ده من ممكن يعني تلاقي الجيم مقفول، الملعب مقفول. الكابتن عبد الظاهر بيتكلم معاكم في الامور دي ازاي؟ انتوا بتحضروا بعض في الماتش ازاي؟ بتتعاملوا مع سيناريوهات المباراه ازاي ميدو؟ والله احنا محضرين من اول اسبوع طبعا، وعملنا محاضره فنيه على الماتش بتاعنا في الدور الاولاني معاهم، وركزنا على النقط اللي احنا المفروض نشتغل عليها النهارده. حتى احنا النهارده يعني ما كانش في توفيق، بس احنا ضيعنا كتير ورحنا للجون كتير، بس ما كانش في توفيق يعني حلفنا قدام الجون. بس يعني هو دايما طبع ماتش للاهلي والاتحاد بيكون ماتش صعب طبعا لان فريقين كبار، بس يعني البطل دايما النادي الاهلي بيبص ان هو يكسب مهما كانت الظروف ايه. فيعني احنا ان شاء الله شغالين على ان احنا ناخد الدوري يعني. ميدو انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. واعتقد اكبر حافز ليكم ان بيبقى مستر كولر متابع، كارلوس متابع، اعتقد حافز ان انت قريب من الدرجه الاولى. والله دايما يعني احنا كابتن كارلوس موجود، وطبعا كابتن محمد شوقي هو بيساعدنا بان هو يكلمهم ويخليهم يبقوا متواجدين، بيحاول يساعدنا ان هو يطلع ناس فوق في الدرجه الاولى. فيعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ونكمل، لان دي مفترق طرق بالنسبه للاعب يعني في السن ده. شكرا كميدو، بالتوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا لك يا فاروق. كابتن اسامه هيكون معانا طبعا ختام لقاءاتنا لاعب محمود حمدي، وواحد من اللعيبه ايضا في قطاع الناشئين، اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. حمدي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسامه حسني، دكتور احمد ثابت، الكابتن محمد حشيش. مهم جدا في المباراه اللي زي ديت، وانا مش في يومي او في كامل ادائي ان انا ما اخسرش، وان انا احافظ على فرق النقاط بيني وبين اقرب المنافسين. فخلينا نتكلم النهارده نقطتين مهمين جدا في مشوار البطوله، والنهارده تقدر تقول ان بحافظ على الفرق اللي بيني وبين نادي انبي. الحمد لله طبعا، تحياتي للكباتن الكبار اللي في الاستوديو. الحمد لله مكسب مهم قدام نادي الاتحاد، فرقه منظمه. جيم كان في الشوط الاول كان شويه مقفل، فرقه الاتحاد فرقه منظمه، دايما بيبقى ماتشاتنا قدامنا ماتشات صعبه، بس شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما لو هي مش في احسن حالاتها بتعرف تحافظ على النقطه اللي معاها وتلعب على الثلاث نقط. احنا طبعا يعني مش مبسوطين ان احنا فقدنا نقطه من الماتش ده، بس الحمد لله احنا دايما بنتمرن بعد التمرين على ركلات الترجيح، كابتن احمد عزار دايما بيمرننا عليها، والحمد لله يعني ربنا كان موفقنا النهارده، وقدرنا الحمد لله اللعيبه كانت مركزه وقدرنا ناخد النقطتين يعني الحمد لله. فريق الاتحاد اتطرد منه لاعب، المساحات بقت ضيقه، وهو عامل زون ديفنس وعامل دفاع منطقه. ابرز التعليمات اللي قالها لك الكابتن عبد الظاهر وانت نازل، واحنا شايفين الجيم مقفول، عايز اعتمد على الكرات العرضيه، اكيد ادالك بعض التعليمات استغلال طول القامه واجابتك لضربات الراس. انا نازل طبعا اتكلم معاه، قال لي محتاجني في ال 18 اقدر اقف على الكوره اجيب جول. الحمد لله نزلت استحوذنا كويس على الكوره، خلقنا فرص كتيره، بس الحمد لله يعني ما كانش التوفيق معانا في الماتش. واحنا طبعا يعني صفحه واتقفلت بنقفل، وعندنا ماتش كويس جدا في اسكندريه، هنسافر هنلاعب فريق فاركو، هنستعد له بشكل كويس، وان شاء الله نرجع من اسكندريه بالثلاث نقط باذن الله. اشكرك يا محمود، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله خلال المباراه القادمه ان شاء الله، وتتوجوا في النهايه بالبطوله باذن الله. كابتن اسامه، ده كان ختام لقاءاتنا وختام تغطيتنا لمواجهه الاهلي والاتحاد السكندري في الاسبوع على الثالث لبطوله الجمهوريه والمرحله الاخيره. زي ما اكدت لحضرتك ومره ثانيه بنطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله مصطفى ابو الخير لاعب فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يعني المتواجد معاه حاليا الدكتور علاء مأمون، زي ما قلنا باكد مره ثانيه لاعب ارتجاج في المخ، لكن ان شاء الله الدكتور علاء مأمون بيعمل معاه بعض الفحوصات، اطمن على كافه التفاصيل يعني خلال الوقت. لو حضرتك موجود طبعا موجود في الاستوديو، هحاول برضو ان انا اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، وطبعا انا موجود معاك يا كابتن اسامه لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا فاروق صلاح، دايما متالق كالعاده.